جنيجي. يس يس. تليفون اخباره ايه يا جنيجي؟ كله في الحلاوه. تليفون مش معقول التليفون ده. انا ما ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ جلال؟ يس. ايوه يا 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 الست هاني. انت مش غرقت يا ابني؟ ايوه يا الست هاني. وانا غير نعم؟ غرق 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 غرق. طب ايه اللي طلعك تاني؟ ما انا عمت وعمت ولا طلعت. وبعدين جنيدي قال لي ان انا طلعت ولا لا. قصدي استلم جاي طلع يعني ايه ولبس هدومه وجاي سأل عليكي. مش معقول يا جماعه اللي بيحصل ده. ليه مش معقول؟ ايه ده؟ معقوله دي واضحه زي الشمس. انا في حلم ولا في علم؟ جاي سأل عليكي. خبط من الباب سأل عليكي حتى فوقيها اتخبط وراحت لا على الصوت. بالصوت الحيان يا ستاني. ما هي ما عندهاش غير الحيان يا ستاني. كله عندها حيان. ليه يا جماعه كده؟ لا اصل بعتي جلال رجع يا ستاني من فرحه اتلبخت رحت مصوتها. اتلبختي في امي صوتي. اهلا جلال بيه. اهلا جلال بيه. اهلا جلال بيه. ايه مدحت ما تخف عشان الناس. مدحت ما مش مدحت مات ولا ما هو مدحت مات. انا مات. مدحت ابن عمت ولا ابن عمه؟ انت ايه؟ انا ابن عمت ولا ابن عمه؟ ابن عمه. بقول يا ست هاني. بقول يا ست هاني ابن عمت حضرتك سأل عليكي في التليفون من شويه. ابن عمت حضرتك واضحه زي الشمس. ابن عمت حضرتك سأل في التليفون امبارح النهارده وقال ان هو يمكن يجي او يمكن ما يجيش. ايه رايك بقى يا استاذ جنيدي ان انا مقطوعه من شجره؟ لا ليا ابن عم ولا ابن عمه ولا ابن خال ولا ابن خاله. ماليش قرايب خالص. طيب يا نمره غلط يا فندم. نعمل لها ايه؟ خلاص خلاص. انا جلال ابن عم الاستاذ مدحت جوز الست ماجده. صح صح. انا بقى الست ماجدة. ما انا عارف جنيدي قال لي. جنيدي قال لك على كل حاجه. ما بتخبيش ايه ده؟ وانت بتبلش موقف ولا بقولك استني من هو جاي بدري سال عليكي. طب اقول له ايه؟ اقول له الست ماجدة موجوده في انتظار حضرتك وكده يعني لازم اعرفه على ايه. حضرتك طبعا عرفت ان مدحت جوزي مات. عرفت. مش كده يا جلال؟ انت مش شاكه في حاجه ولا حاجه؟ انا شاكه في حاجه. مش عارفه فيك حاجه غريبه. لا انا بقى معايا بقى باسبورت وبطاقه شخصيه اهو. تنقي فيهم مين؟ ايوه تنقي فيهم يا خرج. الواد ده هو اللي عاملهم. قصدي انا لا يعني الواد عملهم ايه؟ لا قصدي لا ما هو مين اللي عملهم؟ ما مين يعني مالك بتشقطوا حاجات كده من بعيد؟ لا لا ده ده هو اما دخل اصل دي حاجه بتاعت ربنا. اول ما هل عليا حسيت من ناحيته بعاطفه الحب الابوي والاموي بتاع اللي بيني وبينه يعني. طب استنوا بقى انا هجيب لكم بقى اللي هتجيب قرارك. مين؟ دي واحده استنى عليا. يا ماجدة يا مها. مين تعالي يا مها. مين دي؟ هي دي مها اللي انا بقول لك عليها. هي مراتك يا اخويا. مراتي يا مها. اسمح لها يا عمي انا مش لاحق. هقول لك بس حاجه. هقول لك تعالى. ايه ده يا ماجدة سايباني كده لوحدي بهاتي؟ ده انا ارمله طازه. معلش يا ماجدة اصل انا لقيتك نايمه قلت هخليكي ترتاحي شويه. ده انت اللي عملتيه بنفسك امبارح. لا ينحكي ولا ينقال ولا ينعد ولا ينسمع ولا يتكتب ولا يتحكي ولا يتبحبح بيه حد ولا يتدردح بيه حد. يا حبيبتي شفتي يا ماجده؟ شفتي ايه يا حبيبتي؟ ده انا لسه ما اتجوزتوش. انت كنت عايزه تتجوزيه كمان؟ ده ايه البجاحه دي؟ يعني ايه؟ يعني الحمد لله اللي ربنا لطف بيكي كنت بقيتي زي حالاتي كده ارمله. الله وانا مش ارمله؟ لا انت نص ارمله. الصداع الصداع. يا عيني عليا يا عيني عليا. يمكن من البتاعه اللي انت حطاها دي الصداع ولا حاجه مش عارفه. من ايه يا مالي؟ معلش يا سعود يا حبيبتي. ما انت اصلك عبرتي عن شعورك امبارح وعيطتي عياط مش معقول يا مها. قوي ده انا ما صدقت قابلته والجدع وعدني بالجواز. نعم الجدع وعدني بالجواز. وعدك بالجواز؟ ايوه. امتى وفين وازاي؟ امبارح قال لي يا مها انا ندمان على اني ما شفتكيش قبل كده. قالك الكلام ده فين؟ هنا هوت في الحته دهيت. وانا كنت واقفه فين؟ ما انت كنت واقفه هنا. وانتوا كنتوا مطنشيني خالص. انا بحسبك كنت مطنشه بمزاجك. لا يا حبيبتي ما كنتش مطنشه بمزاجي ولا حاجه. وبعدين وقال لي تعالي اما اقول لك. بقول لك ايه؟ هقول لك على حاجه بس اوعي تقولي لحد. مش هقول لحد. وربنا ستار حليم. طيب مسك ايدي. مسك ايدك ازاي؟ مسكها
مسك ايدك؟ مسك ايدي كمان. مسك ايدك؟ ايوه مسك ايدي. وكل ده وانا مش واخده بالي؟ اه خربي عليكي وعلى بجعتك، ده وقعته سودا ان شاء الله. المهم يا مها حبيبتي، نعم، انا عندي لك اخبار، يعني احتمال تكون كويسة واحتمال ما تكونش كويسة. ايه خير؟ انت عارفة طبعا يا حبيبتي ان حكاية الميراث دي خلت ناس كتير قوي طمعانين في الفلوس. ايوه يا اختي، ما حدش حاسس بالحزن اللي جوانا. ايه ده، الناس بقت جشعة عايزة فلوس فلوس فلوس. ده كلام، ده كلام يا اختي. ففي واحد يا حبيبتي بيدعي. يدعي؟ بيدعي. بيدعي ايه؟ انه جلال. جلال؟ جوزي؟ جوزي ابو ولادي. ما هو انا اشوف واشوف واشوف. طب هدي نفسك بس يا حبيبتي، انا بقول لك ابو الرجاله يا غالي يا غالي يا غالي يا جلال. طب هدي نفسك، انا هندهولك. مش قادره يا جنيتي. افندم يا ست هاني، انت اسمك جنيتي؟ ما ده جنيتي بقى. امشي خش جوه، ده يا جنيتي. يلا يلا تعالى يا جنيتي. ايوه استني جاي، بس في دي عمليه كده بوضبها جاي. يا جنيتي هات الاستاذ اللي جوه وتعالى. انا بوضبه، بطلع الشغط اللي فيه بس واجيبه متوقف يعني. هاتوا كده بعبله يا جنيتي. حاضر حاضر. يا رب يطلع هو، يا رب يطلع هو. عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز. هو كتير اني اتجوز يا عالم. عايز اتجوز يا عالم، عايز اتجوز عايز اتجوز. خلاص عايز اتجوز. يا رب يطلع هو يطلع هو. بس ما تتلككيش على اي حد، ركزي كويس ان هو هو ولا مش هو. واللي معاكوا كمان.